أعزائي الصغار، تلاميذ وتلميذات السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتناول درسا جديدا في مادة الرياضيات بعنوان إنشاء أشكال هندسية. لهذا الدرس هدفين هما: تعرف المستقيم والقطعة في وضعيات مختلفة، رسم القطعة والمستقيم في وضعيات مختلفة وتوظيفهما في إنشاء المثلث. وكالعادة نبدأ بالحساب الذهني. هذه المرة سيتم إضافة العدد 6 إلى أعداد معروضة على البطاقات. هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. 6 زائد 0 يساوي 6، 6 زائد 1 يساوي 7، 6 زائد 2 يساوي كام؟ المجموع هو 8. 6 زائد 3 يساوي 9، 6 زائد 4 يساوي كام؟ 6 زائد 4 يساوي 10، 6 زائد 5 يساوي، نعم، 11. الآن لدينا 6 زائد 6، كم يساوي؟ هل وجدتم الجواب؟ المجموع هو 12. بطاقات أخرى: 6 زائد 7 يساوي كام؟ 6 زائد 7 يساوي 13. الآن لدينا 6 زائد 8 يساوي كام؟ 6 زائد 8 يساوي 14، 6 زائد 9 كم يساوي يا أطفال؟ المجموع هو 15. وأخيرا 6 زائد 10 يساوي 16. أحسنتم. خذ ورقة ومسطرة وقلم رصاص وحاول اتباع الخطوات التالية. نرسم نقطتين كما يلي: نثبت جيدا المسطرة، وباستعمال قلم الرصاص نرسم خطا يمر من هاتين النقطتين. الخط المحصل عليه يسمى مستقيم. ثم نرسم أيضا نقطتين، نثبت المسطرة ونحاول أن نصل النقطتين كما يظهر لكم. الخط المحصل عليه يسمى قطعة. القطعة محدودة من الطرفين، أما المستقيم فهو غير محدود. نرسم نقطا مختلفة كما هو مبين لكم، ثم نحاول رسم مستقيم باستعمال المسطرة. نلاحظ أن
المستقيم يمر من جميع النقط الزرقاء. نقول: النقط الزرقاء مستقيمية. بينما النقط الحمراء غير مستقيمية. نرسم ثلاث نقط كما يلي: وباستعمال المسطرة نصل كل نقطتين بخط. الشكل المحصل عليه يسمى مثلث. هذا يسمى رأس المثلث. أما هنا فلدينا ضلع المثلث. للمثلث ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلاع. لنتمرن قليلا. التمرين الأول: أحيط القطعة بخط. لاحظوا جيدا أي الشكلين يمثل القطعة. هذه هي القطعة لأنها محدودة من الطرفين، أما المستقيم فهو غير محدود. أحسنتم، لنواصل. التمرين الثاني: أحدد الجواب الصحيح. لاحظوا جيدا، النقط الزرقاء مستقيمية أم النقط الزرقاء غير مستقيمية؟ فكروا جيدا. الجواب هو: النقط الزرقاء غير مستقيمية. أحسنتم. انتهى درس اليوم. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله.